والله هنا أنا لا أتكلم عن التأجيل الذي قام به أو الذي سعى إليه حكامنا العملاء، وإنما أنا بدون أتهم أوصاف، صراحة بدون المنظمات أوصاف يا سلطان. الحقوقية، نعم مجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة، هؤلاء متواطئون قولا واحدا مع العصابة الحاكمة. كيف يعني 8 مرات تأجيل فتأجيل فتأجيل، لم يعني وعندهم كل التقارير التي الحقوقية بشأن الجزائر أولا بأول منذ بداية ثورة 22 فبراير 2019. يعني العصابة الحاكمة وأجهزتها الأمنية والقضائية اعتقلت أكثر من 11,000 مواطن، يعني رقم فلكي. الآن في هذه اللحظة التي أكلمك فيها فيه ما يزيد عن 300 معتقل دون ذنب ولا جريرة. والمصيبة والأدهى والأمر أنه بعد وصول المزور أو بعد ما أتى به العسكر سن قانونا يسمى قانون عقوبات جديد، يخرق كل الدساتير، يخرق كل حقوق الإنسان والاتفاقيات الحقوقية التي الأممية التي وقعت عليها الجزائر، واخترعوا لنا مادة جديدة في قانون العقوبات تسمى المادة 87 مكرر. هذه المادة 87 مكرر أصبحت يعني توزع على أي معارض ولو بمنشور أو بجام كما تسمونه لايك على منشور ليس له جام، يكلفه تهمة الخيانة العظمى، المساس بمعنويات الجيش، التآمر على الوحدة والسلامة الترابية للوطن، يعني أمور تهم فظيعة يعني يشيب لهولها الولدان. ومع ذلك اليوم الجزائر البلد التي تكرم فيها المرأة ويعني تقدس فيها مكانة المرأة، فيها الآن حوالي 20 امرأة معتقلة بدون تهمة، ومع ذلك يعني يوميا تتعرض للإهانات وللشتم من قبل السجانات. إلى أين نحن مابون؟ هذا كله تعلمه الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان العالمي، كلها يعلمون ذلك، ومع ذلك يعني مرة بعد مرة يؤجلون ويلغون ويؤجلون ويلغون، إلى متى؟ لا أحد يعرف. ثم